انا كنت رايح مدينة السويس اقابل عدد من الزملاء ومن العمال، وركبت عربية ميكروباص من الموقف، و اثناء المرور على بوابات السويس كمين 109 ضابط شرطة واقف في العربية، ركنت على جنب، لف حوالين العربية وجاء على الشباك اللي جنبي، خبط عليه بإيده وطلب مني إن أنا أنزل. فنزلت، طلب مني تحقيق شخصية، فديته بطاقة الشخصية وديته كارنيه نقابة المحامين على اعتبار إن ده هيثبت المهنة. فبص في البطاقة وفي الكارنيه وتهكم على الكارنيه وقال لي أنت مفصول من نقابة المحامين. قلت له لا مش مفصول من نقابة المحامين. فقال لي الكارنيه من 2011. قلت له الكارنيه الجديد انا سايبه في النقابة. فتهكم على الموضوع وازاي ان انا ماشي بكارنيه قديم يعني. وبعدين بدأ يتعامل معايا بشكل غير لائق، بان هو بيعلق على دقني، انت ليه مربي دقنك وشكلك ليه عامل ليه كده؟ فقلت له ده يعني ملوش علاقة بالقانون وملوش علاقة بشغلك، وانت مش من حقك ان انت تتكلم معايا بالاسلوب ده، وفي حدود تلتزمها في الكلام معايا. الكلام ما عجبوش طبعا، وبعدين اخدني مع القوة اللي معايا على كشك، جنب كشك كده في الكمين، و من بدون اي يعني اشارة بدأ في تفتيشي هو القوة المرافقة لي مباشرة. حط أذون في كل جيوبي، في تفتيش ذاتي كامل، أخرجوا كل المحتويات اللي معايا، حطوها على المكتب، الموبايل، الأوراق في جيبي، السجاير، كل حاجة كانت معايا خدوا يعني طلعوها. كان في إيدي أجندة أو كراسة، أخدها من إيدي وبدأ يفتحها ويقلب فيها ويقرأ الكلام اللي مكتوب جواها بالتفصيل يعني. بعدين أخد البطاقة والكارنيه والدفتر بتاعي وراح على الناحية التانية. وبعد شوية جالي ضابط جيش، أعتقد رائد، قال لي انتوا اللي بتطلعوا في المظاهرات حدفوا طوب. قلت له احنا بنطلع في المظاهرات. فقال لي طيب لما نضربكم ما يبقاش فيكم حد يزعل، واللي يزعل منكم يقبض راسه في الحيطه. فقلت له احنا يعني هنفضل ننزل في مظاهرات ومتوقعين ان الدوله تقمعنا باي شكل من الاشكال، ولكن مش هنقدر نوقف مظاهراتنا لان احنا مصرين على استكمال مسيره الثوره. وطبعا الكلام ما عجبش الضابط. بعد شويه رجع ضابط الشرطه اللي كان اخد مني الحاجات بتاعتي وقعد يجري عده اتصالات، معرفش بيكلم مين. وبعدين وانا قاعد جنب الكشك حضر ضابط امين الشرطه اللي كان قاعد جنبي، قال لي ان هو ضابط امن وطني. فقلت له انا ما بتعاملش معاهم وما بحبش اتعامل معاهم. فقام هو قايل للضابط الراجل ده ما بحبش اتعامل معاك ولا بحب اتعامل معاه من الدوله. وما دارش ما بيني وما بينه اي حوار. فضلت منتظر. بعد شوية جالي الضابط اللي كان خد الحاجة بتاعتي، جالي وهو بيتكلم في التليفون، قعد يشاور لي بشكل مستفز وغير لائق، شو عايز ايه؟ فقال لي خد كلام. رديت على التليفون، الو، محمد، رائد محمد من مديرية امن السويس، اهلا وسهلا، متاسفين على الازعاج اللي حصل. فقلت له اي ازعاج؟ الضابط الموجود على الكمين اتعامل معايا بشكل غير لائق، وده شيء مش مقبول. ورحت مدي تليفون تاني للضابط. بعد شويه، قعدت طبعا فتره من الساعه حوالي واحده وربع واحده ونص، قعدت فتره يعني تيجي ساعه ونص ساعتين على الكمين، والظابط بيجري اتصالاته. وفي الاخر كنا هنطلع على اسم شرطة فيصل، المجاور لمقر امن الدولة في السويس.
وبعدين فجأة تغير مسارنا إلى اسم شرطة عتاق. رحنا على القسم، الضابط اللي كان قبض عليا وفتشني بدون إذن من النيابة وبدون سند من القانون وبدون أي حالة من حالات الاشتباه، بعد ما تبين من شخصيتي ومن خلال البطاقة ومن وظيفتي من خلال الكارنيه، حرر مذكرة وأرفقها. حرر مذكرة قال فيها إن أنا عضو في تنظيم سري يدعى الاشتراكيين الثوريين، وأرفق بها الحاجة اللي كانت معايا أو الدفتر، وساب المذكرة في القسم ورجع لاستكمال النبطشية بتاعته على الكمين. دخلوني الحجز بتاع الحبس الاحتياطي في القسم، قسم عتاقة، وبعدين استدعوني بعدها بحوالي ساعتين. لقيت في ضابط فاتح محضر شرطة وبيسألني في هذا المحضر، قال لي هل انت منتمي لاي حركه سياسيه؟ قلت له ايوه انا منتمي لحركه الشاكين السوريين وانا عضو المكتب السياسي في حركه الشاكين السوريين. بدا يسالني اسئله متعلقه بالحركه ونشاطها، قلت له انا مش هجاوب على اي سؤال من هذه الاسئله الا امام النيابه العامه. قفل المحضر كده، وده كان السؤال الوحيد اللي جاوبت عليه، و رجعوني تاني ل الحجز. بيت في ليلة حجز الاحتياطي، كان المفروض ان انا اتعرض خلال 24 ساعة، بمعنى ان لازم اتعرض تاني يوم قبل الساعة 2 ظهر، ودي المدة القانونية لاحتجازي من قبل الشرطة. جاء يوم الجمعة، كنت بلغت من يوم الخميس ان انا نازل الجمعة بعد الصلاة نيابة. عدت الساعة 2، الساعة 3، الساعة 4، ما تعرضتش على النيابة ومحدش بلغني ايه سبب عدم عرضي على النيابة في التوقيت ده. عرفت بعد كده في التحقيقات لما تعرضت يوم السبت ان المحضر اتعرض على النيابة بدوني، وده كان بهدف انه النيابة تطلب تاخد وقتها في طلب تحريات امن الدولة او الامن الوطني. وبالفعل كانت المحضر اتعرض يوم الجمعة، والنيابة أشرت عليه بعرض باكر يعني يوم السبت، وطلب تحريات الأمن الوطني. عرضت على النيابة يوم السبت، وبالفعل كانت وردت تحريات الأمن الوطني عني اللي كانت بتفيد إن أنا عضو في الاشتراكيين الثوريين، لكن انا بالاساس وفقا لروايه امن الدوله انا عضو في جماعه الاخوان المسلمين ومخترق حركه الاشتراكيين الثوريين وموجود فيها يعني كعضو. دي التحريات اللي جايه من الامن الوطني. النيابه بدات تسالني، اول سؤال كان غريب جدا من المحقق، قال لي من هو هيثم محمدين؟ عادة تبدأ الأسئلة في محاضر التحقيق بالاسم والسن والعنوان، اللي هو السؤال التقليدي في بداية أي محضر، الواحد بيذكر اسمه وسنه وعنوانه وبعدين بنبدأ في تفاصيل المحضر. فقال لي من هو هيثم محمدين؟ ففهمت إنه السؤال سياسي مش متعلق بالتحقيق. قلت له أنا اسمي هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الشرقيين الثوريين، انضميت للحركة من 13 سنة، من سنة 2000، وشاركت في كل نشاطاتها ابتداء من الانتفاضة الفلسطينية، مرورا بحرب العراق، مرورا بمعركة التغيير في 2004-2005، وشاركت في بعد كده مظاهرات العمالية المختلفة والاحتجاجات العمالية، وصولا إلى الثورة المصرية، وأنا بقي 13 سنة موجود في حركة الشتاكين السوريين. فقال لي طيب في كلام كتير عليك على التويتر، قلت له والله انا ما اعرفش، انا في الحجز من امبارح وما اعرفش ايه اللي بيتم على تويتر. فبدأنا المحضر، وكان تكرر برضو الأسئلة حوالين هل انت بتنتمي لحركة سياسية؟
قلت له ايوه انا بنتمي لحركه الشركين السويين. قال لي طيب الحركه دي بتمارس نشاطها ازاي وتاسست امتى؟ قلت له الحركه دي موجوده من نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات، وشاركت في معظم الاحتجاجات الاجتماعيه والسياسيه اللي تمت خلال الفتره دهيت من عمر الحركه. قال لي طيب وهل الحركه شاركت في الثوره المصريه يعني، ما فسرش يعني في الفتره الاخيره. قلت له حركه الشركين الثوريين كانت احدى الحركات والقوى السياسيه التي دعت وشاركت ونظمت وقادت ثوره 25 يناير. تحركنا بكل قوة في الثورة المصرية، شاركنا في الاحتجاجات المختلفة سواء مظاهرات أو إضرابات عمالية، وكنا إلى جانب جموع الشعب المصري في ثورة 25 يناير للإطاحة بنظام مبارك. ومن وقتها والحركة مستمرة في نضالها لاستكمال مسيرة الثورة المصرية. فسألني هل الحركة بترى انه اهداف الثورة تحققت؟ قلت له لا طبعا، لسه اهداف الثورة ما تحققتش، وعادة الثورات بتاخد وقت طويل. احنا بالنسبة لنا لسه الاهداف ما تحققتش، وبناء عليه بنشارك في الاحتجاجات المختلفة اللي بتجري في الساحة السياسية المصرية. هتكلم عن الأسئلة السياسية اللي سألها لي المحقق، لأنه الأسئلة التانية كانت فيما جاء في مذكرة الضابط اللي هي يعني ما كانش فيها كلام كتير. بدأ يسأل حوالين يعني أسئلة أعتقد إنه تجاوز فيها حدود المذكرة المقدمة من الضابط، حوالين عدد أعضاء الحركة، رئيس الحركة، مقرات الحركة، أسئلة متنوعة ومختلفة حوالين تفاصيل دقيقة متعلقة بحركة الاشتراكيين الثوريين. أجبت على بعضها بما أراه أنا إنه اللي ممكن أقوله في التحقيق، خصوصا وإنه الأسئلة دي أنا من وجهة نظري إن هي خارج سياق التحقيق تماما. كان في أسئلة حوالين أفكار ومعتقدات حركة الشركين الثوريين وشايفة التغيير بشكله عامل إزاي. فأنا كان رد عليه واضح وصريح إنه حركة الشركين الثوريين شايفة إنه إعادة توزيع الثروة في المجتمع وتحقيق الحريات السياسية الشاملة هو ده التغيير اللي ممكن نحلم بيه. وهو كان بيحاول من هذا السؤال الوصول إلى نقطة فكرة سيادة طبقة على الطبقات، بمعنى السيطرة السياسية للطبقة العاملة على المجتمع، في محاولة لإثبات أول تهمة من التهم الموجهة لي، وهي فكرة أن التنظيم، كان طول الوقت يستخدم كلمة التنظيم السري للاشتراكيين الثوريين، أنه يكون التنظيم السري للاشتراكيين الثوريين بيهدف إلى سيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج وعلى السلطة السياسية، وبالتالي تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بسيادة الطبقة على كل طبقات المجتمع، ودي جريمة موجودة في قانون العقوبات المصري. وكان المحقق بيحاول انه يحصل على اجابات من هذا النوع لإثبات أدلة اتهام موجهة ليا، فكانت أسئلة سياسية بامتياز بيتم توجيهها ليا. يعني اتسألت بشكل مباشر، هل تعتقد انه الدولة الحالية، الدولة في الوقت الحالي تقوم بإجراءات تحقق أهداف الحركة، حركة الشركين الثوريين؟ وهو كان يهدف من السؤال ده إنه نعلن إنه الحركة واقفة ضد الدولة للوصول للاتهام الثاني اللي هو تغيير شكل الحكومة بالوسائل الإرهابية يعني. فقلت له انه حركه الشركين الثوريين عندها هدف اساسي ورئيسي هو تحقيق اهداف ثوره 25 يناير في العيش والحريه والعداله الاجتماعيه، وان هي هتشارك جموع الشعب المصري
كل احتياجاته المتنوعة من احتياجات اجتماعية وسياسية وصولا إلى تحقيق هذه الأهداف أمام أي سلطة موجودة في أي مرحلة من المراحل، لأن دي مطالب الثورة المصرية ودي مطالب الشعب المصري. كان في سؤال تاني حوالين طيب هل الإجراءات الحالية الحكومة اتخذها الحكومة تلبي يعني أهداف وطموحات التنظيم السري للاشتراكيين الثوريين؟ فكان إجابتي أنه حركة الاشتراكيين الثوريين بتسعى إلى إعادة توزيع الثروة في المجتمع. كان في أسئلة حوالين علاقة الحركة الاشتراكيين الثوريين بجماعة الإخوان المسلمين، وهل إذا كنا انتخبنا الإخوان في أي وقت من الأوقات، وده طبعا مبني على خلفية تحريات مباحث أمن الدولة أو الأمن الوطني. فقلت له أنه حركة الاشتراكيين الثوريين لم تنسق ولم تتحالف ولم تقابل أي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ 25 يناير 2011، وقطعنا انتخابات البرلمان والجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وبنختلف جوهريا مع جماعة الإخوان المسلمين إيديولوجيا، وبنختلف جذريا معها في سياساتها بعد وصولها للسلطة، وكنا أول المشاركين والداعين لأول مظاهرة ضد سلطة جماعة الإخوان المسلمين، وشاركنا بكل قوة في الترتيب لمظاهرات 30 يونيو لإسقاط سلطة الإخوان. كان بيسأل تفصيلا في النقطة دهيت، ومن واقع الأجندة أو الدفتر اللي كان معايا استخرج بعض يعني كان بيقرأ من بعض الأوراق اللي موجودة، وكان عصر على خريطة التحركات التمهيدية لمظاهرات 30 يونيو اللي كانت بتبدأ 18/6، وقال لي إيه رأيك في الكلام ده؟ قلت له آه ده بخط إيدي، وهذه الخطة أنا كنت أحد المشاركين في وضعها مع زملاء آخرين من قوى سياسية تانية، وفي خطة كمان بعدها بطفحتين اللي هي خريطة تحركات يوم 30 نفسه من الميادين المختلفة لإسقاط سلطة الإخوان المسلمين، وإحنا كنا إحدى القوى السياسية التي خرجت وبكل قوة لإسقاط هذه السلطة استكمالا لمسار الثورة المصرية بالأساس وتحقيق أهدافها. كان في أسئلة كتير خلال من أورائي الشخصية حوالين علاقتي بالعمال، وهل في علاقة ما بين عملي كمحامي لعمالي وما بين أهداف ومبادئ وأفكار حركة الاشتراكيين الثوريين، هل في علاقة ما بين الحاجتين دول؟ فقلت له أنا كعضو في الحركة أنا مؤمن بأفكارها اللي بتهدف إلى يعني العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة لصالح الفئات الفقيرة والشعبية وخاصة العمال، وفي نفس الوقت أنا كمهني محامي مهنتي بوظفها للدفاع عن حقوق العمال. فقال لي هل أنت بتشارك العمال إضراباتهم اللي بتعطل عجلة الإنتاج؟ فقلت له عمليا أنا ما ينفعش أشارك العمال إضراباتهم، لأنه العمال هم اللي بينظموا بيقودوا بيرتبوا إضرابهم، والإضرابات ما هياش غير مشروعة. الإضرابات الإضراب حق الإضراب السلمي حق منصوص عليه في الدستور وفي قانون العمل وفي الاتفاقيات الدولية، لكن أنا بصفتي محامي للعمال دايما بكون مساند لإضراباتهم بكافة الطرق اللي أنا ممكن أقدر أساعدهم بيها، بالإضافة طبعا أنه إحنا كحركة اشتراكية ثورية بنبقى بندعم هذه الإضرابات وبنقف معها بكل قوة، وبنشوفها أن هي على طريق تحقيق أحد أهداف الثورة وهو العدالة الاجتماعية. يعني في كل الأسئلة اللي كان بيسألها لي كنت بقدم فيها دفاع سياسي كامل، سواء فيما يتعلق بثورة 25 يناير أو مظاهرات 30 يونيو أمام الإسقاط سلطة الإخوان المسلمين. سألني هل جماعة التنظيم السري للاشتراكيين الثوريين مارس العنف خلال ثورة 25 يناير؟ قلت له الاشتراكيين الثوريين شاركوا جموع الشعب المصري في الثورة المصرية في 25 يناير وكانوا جزء لا يتجزأ من هذه المظاهرات
ثورة، وإعادة السؤال مرة أخرى، طيب هل أفكار الشركين الثوريين تتضمن استخدام العنف؟ وده مبني على تحريات مبحثان الدولة اللي في المذكرة، إنه تنظيم السير الاشتراكيين الثوريين هو تنظيم يستخدم العنف والقوة لتحقيق أهدافه. فقلت له لا، ده مش يعني هدف في حد ذاته من الاشتراكيين الثوريين، لكن الحركة بتشتغل من أجل إنه الناس هي اللي تقدر تغير الوضع اللي موجود في البلد إذا شايفاه إنه خاطئ، وبالطريقة اللي الناس والجموع الجماهير تشوفها بشكل واسع. وجه ليا الاتهامات الأربعة أو الخمسة الواردة في المحضر واللي منشورة أعتقد على الصفحة الرسمية لحركة الاشتراكيين الثوريين، اللي هي التأسيس والانضمام لتنظيم سري اسمه الاشتراكيين الثوريين، الغرض منه تعطيل المرافق لمؤسسات الدولة وكذا، وكل الاتهامات. ومن هذه الاتهامات هي لستة اتهامات نيابة أمن الدولة، فأنا جاوبت عليها كلها بالنفي، وأعلنت مواقف الحركة وقدمت دفاع سياسي عن الحركة وعن القوى السياسية الثورية من وجهة نظري، وليس دفاعا وليس في مواجهة اتهام موجه لي في التحقيق. طبعا عملية القبض اللي تمت معايا هي عملية مخالفة للقانون، هي عملية استيقاف باطل، تفتيش باطل، وقبض باطل تمت من ضابط الشرطة اللي كان موجود على الكمين، واللي كان بيعمل ده مع كتير من العربيات والناس اللي كنت بشوفهم وانا واقف على الكمين. كل الناس اللي بتعدي تفتش تفتيش ذاتي بالمخالفة للقانون. هو قال في محضره ان انا كنت بعمل تفتيش وقائي. التفتيش الوقائي ما بيتمش بالشكل ده، كان تفتيش ذاتي دقيق بالمخالفة للقانون. وفي عملية قبض تمت عليا بالمخالفة للقانون واقتيادي الى مركز شرطة عتاق. احنا يعني في نهاية الكلمة يعني بشوف يعني اعتقد حركة الاشتراكيين الثوريين بطارة يعني انه دي محاولات لارهاب القوى السياسية والثورية لاثنائها عن استكمال الثورة المصرية في مواجهة السلطة العسكرية اللي موجودة حاليا. وعلى هذا الأساس تمت كل هذه الإجراءات معي، اللي أعتقد أنه كان تحقيق سياسي بامتياز ولم يكن تحقيق جنائي، لكن بما أنه كان تحقيق سياسي فأنا قدمت دفاع سياسي في مواجهة هذا التحقيق. دفعت عن مواقف الحركة وعن أعلنت من منذ اللحظة الأولى انتمائي للحركة وعضويتي في مكتبها السياسي، ودفعت عن مواقفها السياسية وعن ما نراه نحن كطريق لاستكمال الثورة المصرية. وأنا شايف في الآخر أنه المحاولات دي لن تنجح في إثناء القوى الثورية عن استكمال ثورتها، لان انا شفت كميه يعني حجم التضامن الواسع من القوى الثوريه اللي بنشكرها جميعا، واشكر كل الثوار والرفاق سواء كانوا في مصر او في المنطقه العربيه الثوريه او في اي مكان في العالم اللي تضامنوا معايا. هذا التضامن القوي والرائع اللي اعتقد كان له التاثير الاكبر في تحديد مصير قرار النيابه معي بخصوص التحقيقات. اعتقد انه ردة الفعل اللي حصلت من القوى الثورية تجاه القبض عليا والتحقيق معي بهذه التهمة الملفقة من جهاز مباحث امن الدولة الذي عاد مرة اخرى ليعربد بالقوى السياسية، كانت رسالة واضحة ان القوى الثورية لن تقف عاجزة امام عودة دولة الامن والاستبداد والدولة العسكرية. وبالتالي بشوف في ردة الفعل هذه
بدايات لاستكمال الاحتجاج من أجل استكمال مسيرة الثورة المصرية. أنا لم أرى المشهد إلا بعد ما خرجت من السجن. أنا كنت محتجز بالمناسبة في بعد ما احتجزوني اليوم الأول الخميس في حجز الحبس الاحتياطي، دخلوني الحجز الجنائي ورفضوا يحطوني في الحجز السياسي، والحجز السياسي ما فيش غير إخوان المسلمين، فوضعوني أنا في الحجز الجنائي. طبعا الغرف اللي موجودة في السجن يعني لا تصلح لي يعني أي شيء على الإطلاق قبل الحياة. الأوضة اللي أنا كنت موجود فيها 16 متر 4×4، كان فيها 42 شخص. يعني في حاجة كده في الأوضة إنه كل واحد ينام على سيفه، يعني ينام على جنب، ما ينفعش ينام على ظهره، اللي ينام على ظهره ياخد مساحة أكبر، ولو خد مساحة أكبر مش هتعرف تنام. فطبعا في تكديس للمسجونين والمحبوسين احتياطيا بشكل ضخم جدا في غرف السجن عتاء الملحق باسم الشرطة. أنا كنت موجود في الأوضة دي على مدار اليومين اللي هو الجمعة والسبت، وأعتقد إنه كان الهدف من ده هو الضغط عليا، يعني نقلي من الحبس الاحتياطي إلى غرفة المسجونين جنائيا. لكن ده يعني ما كانش يعني فارق معايا كتير على الإطلاق، بالعكس أنا سمعت حكاوي وقصص من المسجونين، سمعت كتير منهم طبعا حكى عن مآسي ومظالم واضطهاد حصل له من جهاز الشرطة أو من أفراد الشرطة العسكرية، سواء عملية القبض أو أثناء الترحيل أو خلافه. مواطنين مصريين من محافظات مختلفة. اللي أنا لاحظته أن السمة الغالبة أو يعني الكلام المتردد بشكل شائع ما بين معظم المسجونين أن هم بينتظروا الخلاص من الخارج، بينتظروا أنه يبقى في ثورة تخرجهم من السجن. هم بيشوفوا أنه هم وضعوا في السجن ظلم، وأنه السلطة الحالية مش هتخرجهم، وأن هي بتظلمهم. وكانوا معترضين إلى حد كبير عن عودة الدولة الأمنية، هم طبعا بيسموهاش الدولة العسكرية، ويقولوا إنه الأمن رجع تاني، الحكومة رجعت تاني تمسك الناس من على الكماين وتمسك الناس من البيوت وتلف على القضايا. الحكومة بتعمل، هم بيقصدوا كلمة الحكومة الشرطة بشكل خاص. وكانوا عندهم حالة غضب شديد جدا من وضعهم داخل الزنزانة أو علاقة الشرطة بيهم في أثناء عمليات القبض أو تلفية القضايا أو غيره. وكانوا دايما بيسألوا هو إيه اللي بيحصل بره، هي هو لسه الدنيا شغالة ولا بقاش فيه مظاهرات، هو في ثورة تانية هتحصل ولا مفيش ثورة تانية هتحصل، وهم كانوا بنيين أمل كبير إنه يحصل تغيير، يحصل ثورة يعني، فالثورة تعمل تغيير فيخرجوا من السجن بتاعهم. دي كانت آراء الغالبية العظمى من الناس اللي موجودة جوه الزنزانة الجنائي اللي أنا كنت موجود فيها. الدار ما بيني وما بينهم حوارات طويلة وممتدة، سألوني فيها عن انتمائي السياسي وليه أنا محبوس ويعني إيه تنظيم سري وليه جايبني معاهم وإيه هي الاشتراكية اللي أنا بتكلم عنها ديت. وقعدت أحاول أشرح ببساطة إيه هي الأفكار اللي أنا مؤمن بيها للجنائيين. وبالصدفة لقيت إنه بعض العمال اللي محبوسين بسبب إيصالات أمانة محبوسين في السجن، فدخلت معاهم في حوارات. بعضهم من عمال السويس بالمناسبة موجودين في الزنزانة، أعتقد إن قابلت عاملين جوه الزنزانة، واحد جاي في إيصال أمانة والتاني جاي في خناقة أو حاجة زي كده. واتكلمنا كتير حوالين أوضاع العمال في السويس وأوضاع العمال في الشركة اللي هو كان بيشتغل فيها. فكانت فرصة إن أنا أتعرف على عدد من الأفكار ومن الثقافات المختلفة داخل السجن اللي هو أنا كنت موجود فيه. أنا بعد ما خلصت التحقيق في
النيابة كان بيحقق معايا رئيس نيابة السويس باختصاصات نيابة أمن دولة طوارئ. وبالتالي نيابة أمن دولة طوارئ بتملك إعطاء قرارات بالحبس 15 يوم مباشرة، ما بتديش 4 أيام. وأنا سألته طبعا قبل ما أبدأ التحقيق وهو قال لي نيابة أمن دولة طوارئ. بعد ما خلصت التحقيق طلب الحرس جم أخدوني نزلوا بيا على تحت حطوني في عربية الترحيلات واتحركت على اسم عتاء مباشرة بدون أنا ما أعرف إيه هو قرار النيابة. دخلت الزنزانة أو العنبر اللي أنا موجود فيه. كنت صاحي في اليوم ده من بدري، فقلت حنام لحد ما أشوف. فعلا دخلت نمت لحد ما جاء من شرطة تقريبا بعد ما أنا وصلت بساعة ونص، نادى عليا خرجني بره وقالوا لي ان في قرار باخلاء سبيلي من الاسم. وقعدنا شويه على ما خلصنا الاجراءات داخل الاسم، وبعدين خرجت انا وعدد من الزملاء المحامين اللي بشكرهم اللي جم حضروا معايا، جم من يوم الخميس والجمعه وحضروا معايا التحقيق يوم السبت، وقدموا دفاع قانوني عني امام النيابه. وتحركت الساعة 9 كده إلى القاهرة. أنا أخدت إخلاء سبيل على ذمة قضية أمام نيابة أمن الدولة طوارئ، وبالتالي هناك قضية الآن لي أمام النيابة. النيابة حضرة استكمال التحقيق فيها بالشكل اللي هي تشوفه، لكن اللي نقدر نقوله انه الان يتم اتهامنا السياسيين يعني بتهم تدخل في اختصاصات نيابة امن الدولة العليا طوارئ، او نيابة امن الدولة طوارئ، و بتقدم لنا اتهامات يعني كنا عهدناها من نظام مبارك والسادات من قبله، من نوعية الانضمام والتأسيس وإدارة تنظيم سري هدفه تغيير مقومات الاجتماعية للدولة، تغيير شكل الحكومة بالإرهاب والعنف، تسييد طبقة من طبقات، يعني كلها قوانين سيئة السمعة. والنصوص في قانون العقوبات سيئة السمعة، خصوصا انه النصوص قانون العقوبات المصري فيما يتعلق بالتنظيمات السياسيه ماخوذه نصا من القانون الفاشي الايطالي اللي صدر سنه 31. فالنصوص الخاصه بالتنظيم او تاسيس التنظيمات واداره التنظيمات في قانون العقوبات المصري ماخوذه ومنسوخه من قانون العقوبات الايطالي الفاشي، وما زالت ساريه حتى هذه اللحظه وبعد الثورة المصرية، وبيتم توجيه الاتهام لكل القوى السياسية المختلفة مع السلطة بهذه العقوبة، هذه النصوص الواردة في قانون العقوبات.